يصير عليه رميا بالرصاص وليس شنقا مثل أي مجرم عادي. قرار حكمت المحكمة على المدان طارق عزيز عيسى بالإعدام شنقا حتى الموت. والله أكو أكثر عزم من الإبن للإنسان؟ والله ولدي ما يجون على بالي بقد ما يجي على بالي العراق. هيكي قطرة من بحر والله. يابا أنا ترى أنا أريد جواب، لا تقول لي يعني إيش عندك جواب؟ قول أنا عراق أتغير أحكم بالإعدام ما أسويها لو تكشل عيني. نعم.